خير المرسلين سلم على نوح الأمين يا رب خير المرسلين سلم على نوح الأمين والمصطفى والمرتضى غيث الورى ليث العري والمصطفى والمرتضى ليث الورى ليث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في يوم الثامن عشر من ذي الحجة من العام العاشر من الهجره وعلى مشهد من عشرات الالاف من المسلمين رقى النبي الأعظم صلى الله عليه واله منبرا مصنوعا من أقتاب الإبل، وأخذ بكف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ليقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال مولاه وعاد من عاداه هذا الحديث كما يبدو يحتوي على مقطعين المقطع الأول يتعلق أولاً وبالذات، بالعقيدة، والمقطع الثاني يتعلق، أولاً وبالذات، بالعمل، إن كنت مولاه فعلي مولاه، هذا المقطع يتعلق بالعقيدة. اللهم وال من والاه، وعاد من هذا المقطع يتعلق بالعمل. وقبل أن نتحدث على نحو الاجمال حول هذين المقطعين لا باس ان نشير اشاره عابره الى سند هذا الحديث لان هنالك حالة كانت من القديم عند بعض الأفراد ولكن هذه الحالة في هذه العهود الأخيرة أخذت مدى أوسع وأكبر وهذه الحالة هي حالة محاولة إلغاء كل حديث يتعلق بعلي بن أبي طالب وبأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كأنه أكو هنالك طوق مفروض على كل ما يتعلق بأهل البيت فهنالك حالة تشكيك في جميع الأحاديث في كثير من الأحاديث المأثوره هنالك احد العلماء المحققين وله موقع كبير في الدائره الاخرى وتوفي هذا الرجل قبل اعوام يقال له الالباني هذا واحد من كبار نقاد الحديث وفيما اعلم في العقود الاخيره لعله قل ان يوجد له نظير او لا يوجد له نظير في الدرايه باحاديث الاخرين هذا الرجل له كتاب يحمل عنوان سلسله الاحاديث الصحيحه وهذا الكتاب يقع في مجلدات ضخمه لعله ثمان مجلدات هذا يتعرض في كتابه المجلد الرابع صفحه ثلاثمئه وثلاثين الى هذا الحديث سلسله الاحاديث الصحيحه لمحمد ناصر الدين الالباني من كبار علماء العامه ونقاد حديثهم تحت رقم الف وسبعمية وخمسين يروي هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ويذكر أن هذا الحديث ورد من حديث زيد بن ارقم وسعد بن ابي وقاص وبريده بن الحصيب وعلي بن ابي طالب صلوات الله عليه وابي ايوب الانصاري والبراء ابن عازب وعبد الله ابن عباس وانس ابن مالك وابي سعيد وابي هريره يعني فيما ينقل الالباني عشره من الصحابه رووا هذا الحديث بهذا النص من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والى والاه وعاد من عاداه طبعا هذا الرقم المذكور هنا إحنا نكتفي في إثبات قضية شرعية بحديث واحد صحيح، يمكن هذه القضية الشرعية تترتب عليها مئات الملايين من المفردات الجزئية، يعني حد واحد حكم واحد في باب العبادات أو المعاملات كم واحد يبتلى بهذا الحكم لعله عبر التاريخ يبتلى بهذا الحكم مليارات الافراد هذا الحكم الذي يحتوي على هذه المفردات التي لا تعد احنا نثبت بحديث صحيح واحد فكيف اذا كان عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وفيهم علي بن ابي طالب صلوات الله عليه وفيهم غيره رووا هذا الحديث بطرق صحيحه طبعا هذا الرقم الذي يذكره هنا رقم متواضع بالنسبة إلى الواقع أنتوا راجعوا الغدير العلامة الأميني رحمه الله في كتاب الغدير ينقل أن مية وعشرة من الصحابة هنا ينقل عشرة ولكن العلامة الأمين ينقل أن مائة وعشرة من الصحابة بما فيهم أبو بكر، وبما فيهم عمر بن الخطاب، وبما فيهم عثمان بن عفان، وبما فيهم عائشة بنت أبي بكر، هؤلاء جميعًا رووا هذا الحديث. ولكن احنا يكفينا عشره من الصحابه رووا هذا الحديث زيد بن ارقم روى هذا الحديث وهنالك خمسه طرق تنتهي الى زيد بن ارقم الذي يروي هذا الحديث سعد بن أبي وقاص يروي هذا الحديث، وهنالك ثلاثة طرق تنتهي إلى سعد بن أبي وقاص. بُريدة يروي هذا الحديث، وهنالك ثلاثة طرق تنتهي إلى بُريدة. علي بن أبي طالب -صلوات الله عليه- يروي هذا الحديث، وهنالك تسعة طرق. تنتهي إلى علي بن أبي طالب مجموع الطرق الذي التي يذكرها هنا ست عشرين طريق تنتهي إلى عشرة من الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الكلمات في غدير خمر بعدين بحث مطول على مدى خمسة عشر صفحة، يذكر في واحد واحد من هذه الطرق، يقيمها من الناحية الرجالية، ومن الناحية الدرائية، اقرأ حديث واحد اللي يقول إسناده صحيح على شرط البخاري، البخاري كان واضع شروط معقّدة ومدروسة لصحة الحديث، أو لرواية الحديث، شروط معقّدة ومدروسة، يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري. يقول جمع علي رضي الله عنه هالشكل كاتب صلوات الله عليه الناس في الرحبة علي ماذا كان يريد ان يقول؟ ليش يجمع الناس؟ ثم قال لهم انشدوا الله كل امرئ كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول. بحذف واله يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام كل واحد سامع ما قال النبي في غدير خم خلي يقوم ليش الامام كان يقول هذا؟ شنو كانت القضيه؟ مجرد قضيه علميه كانت او كانت تتعلق بواقع قائم امير المؤمنين ينشد الناس أن يشهدوا فقام ثلاثون من الناس ثلاثين واحد وفي رواية فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده يعني أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال للناس دققوا هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقال للناس اتعلمون اني اولى بالمؤمنين من انفسهم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم النبي كانه دا يشوف مو كانه حتما دا يشوف يشوف المستقبل يشوف محاولات التشكيك والانكار والمكابره يقول هذه المقدمه، يمهد هذه المقدمه، ما هو موقعي فيكم؟ اتعلمون اني اولى بالمؤمنين من من انفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال: من كنت مولاه فهذا مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. عجيب تتمة الرواية قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا كأنه مو كافي لهذا المقدار علي بن أبي طالب نفس رسول الله وثلاثين واحد يشهدون يقرون بذلك ولكن مع ذلك هذا الراوي يقول في نفسي شيء اكو ماكو ما فلقيت زيد بن ارقم فقلت له اني سمعت عليا يقول كذا وكذا يعني صحيح كلام علي بن ابي طالب قال فما تنكر قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كاتب هنا صلاه البتراء يقول ذلك له هذا الحديث صحيح قلت الألباني يقول وإسناده صحيح على شرط البخاري إذا فقط هذا الحديث كان عندنا هو هذا كان كافينا في صحة هذا الحديث بعد ما يحتاج إلى 15 صفحة بعد بعدين ينقل حديث يقول حديثه حسن صحيح بعدين ينقل حديث قلت واسناده صحيح على شرط الشيخين بعدين ينقل حديث يقول وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين بعدين ينقل حديث يقول اخرجه الطبراني ورجاله ثقات بعدين يخرج حديث يقول قلت واسناده صحيح بعدين يخرج حديث يقول رجاله رجاله رجال ثقات رجال البخاري كلهم رجال البخاري الموجودون الذين يروي عنهم البخاري غير أيمن وهو ثقة فإذا كلهم ثقات. قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. في حديث آخر يقول ورجاله ثقات. في حديث آخر يقول قلت وهو صحيح بمجموع الطريقين عنه. في حديث آخر يقول قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. بعدين يختم الكلام. يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة كم طريق ذكر هنا كم طريق ستة طريق تنتهي إلى عشرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله جمع طائفة كبيرة منها الهيثم في المجمع وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا هذا مو واحد شيعي هذا واحد من علماء العام وإلا فهي كثيرة جداً وقد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد، ابن عقده كاتب كتاب مستقل في حديث الغدير. بعض العلماء كتبوا كتابا في الكتب المؤلفه حول حديث الغدير، كتاب مستقل. على ما اتذكر 160 كتاب مكتوب حول حديث الغدير 160 كتاب قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان وجملة القول إن حديث الترجمة يعني هذا الحديث اللي دان ترجم إليه حديث صحيح بشطريح الشطر الأول من كنت مولاه فعلي مولاه الشطر الثاني اللهم وال من والاه وعاد من عاداه بل الاول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم احنا نضيف اله كما يظهر لمن تتبع اسانيده وطرقه وما ذكرت منها كفايه. إحنا لا بأس شوي نتوقف وقفتين الوقفه الاولى يقول اذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته انني رايت شيخ الاسلام ابن تيميه قد ضعف الشطر الاول من الحديث، اصلا ماكو هالشكل شيء، من كنت مولاه فعلي مولاه. واما الشطر الاخر اللي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فزعم انه كذب. الاول ضعيف، الثاني كذب. ثم يقول الألباني وهذا من مبالغاته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، تسرع، أي حديث مربوط بعلي بن أبي طالب بدون فحص، بدون تحقيق، يجب إسقاط هذا الحديث. مع هذه الطرق الكثيرة المتواترة الصحيحة الحسنة هل هذا تسرع أو يعبر عن حالة معينة أكفت حالة ضد علي بن أبي طالب عند بعض الأفراد كأنه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فهذا رجل غريب في البخاري علي بن أبي طالب وجود ما نقلت لكم يمكن ثلاثين حديث ينقل عن علي بن أبي طالب هذا الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله حوالي ثلاثين حديث لو تسعة وعشرين حديث علي بن أبي طالب كان حكم مدة من الناحية الظاهرية يجب أن تنقل عنه ألوف الأحاديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له خطبة على ما أتذكر ابتدأت من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى قريب الظهر تسعة وثلاثين وعشرين حديث ثلاثين حديث, 30 حديث. كانه محاوله لاخراج الغاء اهل البيت صلوات الله عليه من الحديث من التاريخ من التفسير من الفضائيات من الراديوات من التلفزيونات من الجرايد من المجلات من البيت، من المجتمع، إلغاء علي بن ابي طالب على الاقل هو الخليفة الرابع ليش هذا الموقف تجاه علي بن ابي طالب صلوات الله عليه طبعا القضايا هواي كثيرة الكلمات التي قيلت واحد احيانا يشعر بالتحرج من نقل هذه الكلمات حول من هو نفس رسول الله صلى الله عليه واله. هذه الكلمه الاولى. الكلمه الثانيه ايضا لا باس ان ننقلها يقول الالباني: اما ما يذكره الشيعه في هذا الحديث وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم نضيف وآله قال في عليّ رضي الله عنه صلوات الله عليه، إنه خليفتي من بعدي فلا يصحّ بوجهٍ من الوجوه، شوفوا فدعالم عالم كبير كيف يحقق في هذه القضية الشيعة ينقلون، طبعا مو الشيعة ينقلون، السنة ينقلون أيضاً. هيكل ناقل هذا الكتاب في حديثه، حياته محمد صلى الله عليه واله في الطبعة الأولى. غيره نقل. يقول فلا يصح بوجه من الوجوه، أصلاً النبي ما قايل علي خليفتي من بعدي. بل هو من اباطيلهم الكثيرة من اباطيل الشيعة هذا كلام الالباني التي توفي قبل يمكن ست سنوات سبع سنوات انا قرأت نعيه في الصحف والتجليل والتمجيد تمجيد عجيب التي دل الواقع التاريخي على كذبها شوفوا فد عالم شلون يريد يحلل هذه القضيه يقول الواقع التاريخي كذب هذه القضيه كما انه اذا من كنت مولاه فعلي مولاه هاي اشاره الى قضيه الخلافه الواقع التاريخي يكذب هذا المعنى ليش لانه لو فرض ان النبي صلى الله عليه واله قال لوقع كما قال لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف وعده إذا النبي قايل خليفتي من بعدي وكلام النبي وحي يوحى والله لا يخلف وعده إذا ليش علي ابن أبي طالب ما صار خليفة من بعد النبي؟ هذا الكلام محل نظر وتامل، اكو هنالك شيئان، الشيء الاول التعيين الالهي، القضية الثانية قبول الناس بهذا التعيين هاتان قضيتان منفصلتان قد يتحقق التعيين الإلهي لفرد ولكن الناس لا يقبلون هذا الفرد عدم قبول الناس لفرد يدل على أن الله لم يعينه الناس رفضوا هارون رفضوا لو ما رفضوا القرآن الكريم يقول يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني قاعدتان هجموا عليه بسطو ضربوا يعني إذن إذا الناس ما قبلوا إذن هارون مو خليفة موسى هذا منطق موسى عين هارون قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي أنت خليفتي وكلام النبي كلام الله الناس رفضوا ذلك اذا هارون مو خليفه الواقع التاريخي يكذب خلافه هارون لان الناس ضربوه وعزلوه هذا منطق اذا واحد قال هذا المنطق شنو جوابكم التعيين الالهي شيء وقبول الناس لهذا التعيين شيء اخر بعدين الكل يعرفون كل الـ مطلعين ان الله سبحانه وتعالى له ارادتان، اراده تكوينيه واراده تشريعيه. ارادة الله التكوينيه لا تتخلف عن مراده. الله سبحانه وتعالى يريد بالاراده التكوينيه التي تتعلق بالاشياء ان الشمس غدا تطلع من المشرق. هل اراده الله التكوينيه تتخلف عن مراده لا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هاي اي اراده اراده تكوينيه الله تعالى له اراده ثانيه يعبر عنها بالاراده التشريعيه في القران اكو ان الله يريد ان يطهركم الإرادة التكوينية لا تتعلق بالفعل مباشرة يعني الله تعالى عندما يقول أقيم الصلاة إرادته لا تتعلق بالفعل حتى يقع الفعل مباشرة وإنما إرادته تتعلق بوقوع الفعل عن اختيار المكلف عن إرادة هاي الإرادة التشريعية يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع الحاج أو الصوم أو الصلاة أو ما أشبه ذلك بإرادتك فإذا لم ترد ذلك إرادة الله التشريعية لم تتحقق الله عندما يعبر في بعض الآيات أن الله تعالى يريد أن يطهركم هاي أي إرادة إذا واحد أشكل أنه التطهير لم يقع الجواب: هذا التطهير مراد بالاراده التشريعيه، مو بالاراده التكوينيه. فان النبي صلى الله عليه واله عندما يقول علي خليفتي من بعدي او يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه اراده تشريعيه. يعني الله سبحانه وتعالى يريد ذلك يحب ذلك بس الامه عملت بذلك او لم تعمل ذاك شيء اخر كما لم تعمل الامه بكثير من ارادات الله التشريعيه الله سبحانه وتعالى ما كان يريد للامه ان تثبت في احد ليش؟ كان يريد ذلك لأن الله أمر بالثبات ولكن الأمة خالفت إرادة الله التشريعية وفروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هربوا وتركوا الرسول فهذا الكلام كلام منظور فيه يقول بل هو من اباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذبها لانه لو فرض ان النبي صلى الله عليه واله واله مني قاله لوقع كما قال لانه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف الميعاد. يقول وقد خرجت بعض احاديثهم في ذلك الكتاب الاخر في جملة احاديث لهم احتج بها عبد الحسين في المراجعات بينت وهاءها وبطلانها وكذبه هو في بعضها وتقوله على ائمة السنة فيها. طبعا كتبوا كتاب رد المراجعات ثم بعد ذلك جمعوا هذا الكتاب لان كل واحد كان يقرا المتن متن المراجعات بعدين يقرا الرد يقتنع بال مات ولا يقتنع برات فجمعوه من الاسواق فبالنتيجه هذا الحديث حديث الغدير الذي انكره بعض المتسرعين كما يقول هذا الحديث ثابت ولا مجال للشك فيه باي وجه من الوجوه. وهذا جزء مما اشرنا اليه فيما مضى، جزء من الهدايه التكوينيه الالهيه، لانه مع هذا التعتيم الهائل حول علي بن ابي طالب لاجل هذا التعتيم منعوا روايه اي حديث من الاحاديث، يمكن طوال حوالي ثمانين عام ممنوع أي حديث واحد ينقل عن النبي ليش؟ حتى الأحاديث المرتبطة بأهل البيت لا تنقل لهذه الجهة مع كل هذا التعتيم واحد عندما يشوف مع القاتل مع التهجير مع الإرهاب الرجل كان يقال له إنه زنديق وكافر كان أحب إليه من أن يقال له إنه من أتباع أهل البيت لأنه الزنديق والكافر كان متروك في ظل تلك الحكومات وأتباع أهل البيت كانوا يذبحون ويقتلون مع كل هذا الجو مع كل هذا الإرهاق وصل إلينا من الأحاديث حول أهل البيت ما ملأ الخافقين، إن شاء الله نتم الحديث في مبحث آخر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين